ملفات عديده طبعا تناقش هنا في مؤتمر الاطراف في نسخته، مؤتمر المناخ طبعا في نسخته 27، بتشارك فيها كل المنظمات الدوليه متعلقه بالتفاوض، متعلقه بالتمويل. دلوقتي طبعا من ضمن هذه المنظمات الدوليه منظمه العالم الاسلامي للعلوم والفنون والثقافه اليسيسكو، عشان نتعرف عن طبيعه مشاركه هذه المنظمه والدور اللي بتقوم به خلال الفتره الماضيه في هذا الملف، هيكلمنا طبعا الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمه اليسيسكو اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير وصباح التنظيم الرائع الذي نشهده حقيقه من الحكومه المصريه قياده وشعبا في شرم الشيخ شرم السلام. دي شهاده كبيره يا فندم ونشكر حضرتك طبعا عليها. عايزين نتكلم عن طبيعه مشاركه المنظمه في هذا المؤتمر، ونحن نعلم ان في تعاون كبير بينكم وبين وزاره البيئه المصريه. مشاركه المنظمه ولله الحمد اول مره تشارك في هذا المؤتمر، لكنها مشاركه متميزه في جناح في المنطقه الخضراء يحتوي على اشياء كثيره جدا، اهمها برامج وندوات ومحاضرات تقدم من خلال خبراء اليسيسكو ومستشاريها وايضا بعض الوزراء وبعض زوار هذا المؤتمر الكبير. أيضا هناك أطلقت اليسيسكو صندوق حماية التراث في العالم الإسلامي، وهو صندوق راح يكون له إن شاء الله شأنه الكبير الذي سيعرض أهدافه ورؤيته وإن شاء الله مخرجاته على في مؤتمر وزراء البيئة القادم في بداية العام القادم. وقعنا أيضا اتفاقية مع الحكومة المصرية واليونسكو واليو إن دي بي لتحويل الطاقة إلى الطاقة الشمسية اللي هي المحافظة وحماية المواقع التراثية المتاحف بالأخص إلى الطاقة الشمسية. دكتور سالم، منظمة اليسيسكو بتضم في عضويتها 54 دولة إسلامية، كيف هو التنسيق بين هذه الدول الإسلامية وكيف لها أن تقدم التعاون أيضا لهذه الدول؟ طبعا التنسيق دائم من خلال اللجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة في هذه الدول. رئاسة المؤتمر العام لمصر بعد النجاح الكبير الذي استضافت مصر المؤتمر العام في عام 2021، كان أيضا بحضور فخامة الرئيس السيسي على هامش منتدى التعليم العالي. الدول كلها هناك اجتماعات لوزراء الثقافة، اجتماعات لوزراء التعليم، اجتماعات لوزراء البيئة وأيضا لوزراء العلوم، كلها تصب في مصلحة العالم الإسلامي، أخذ الخبرات من هذه الدول، أيضا الاستفادة من الدول الأخرى ومن المنظمات التي قامت ببعض الدراسات. المنظمة تقوم بدراسات متعددة، تصدر كتب عن سواء كان في المناخ، في البيئة، في التربية، في العلوم والثقافة، وتساهم أيضا بشكل كبير جدا في دعم مسارات التعليم، مسارات الثقافة ومسارات العلوم. حضرتك بتقول تقصد أن في تبادل الخبرات بين دول العالم الإسلامي اللي داخل المنظمة، مش من الدول الخارج المنظمة، حتى من خارج المنظمة. الآن لدينا بعض الدول التي أبدت رغبتها لأن تكون عضو مراقب في منظمة اليسيسكو، وهذه أيضا سواء كانت بعضها زي ألمانيا، فنلندا، السويد، وكلها إن شاء الله سيكون هناك دول مراقبة داخل منظمة اليسيسكو، وسيكون هناك تبادل في الخبرات وتبادل وتعاون في مجالات مختلفة. طيب من وجهة نظر حضرتك شايف إيه أهمية أن يكون في حوار في هذا الملف؟ أن الدول تجلس وتتفاوض وتحاور وتقدم حلول وأطروحات. إذا لم يكن هناك حوار سيكون هناك خلاف، فلا بد للدول أن تناقش أيضا ملفات الثقافة، لا بد أن تناقش ملفات العلوم، لا بد أن تناقش ملفات التربية. كان هناك مؤتمر كبير جدا حول تحويل التعليم أو قمة تحويل التعليم التي حدثت في نيويورك، وكان هناك مخرجات ستة لهذه القمة، وأنا على يقين بأنه كل هذا تم من خلال التعاون والحوار بين الدول. هل تنفذ المنظمة أي برامج توعوية؟ كثيرة جدا، يعني في الوقت الآن أنا معاكم هناك برنامج توعوي عن مستقبل الشباب في مقر المنظمة، يحضره تقريبا حوالي 500 شاب وشابة من جميع أنحاء العالم الإسلامي، يناقشون مستقبل الشباب خلال العشر سنوات القادمة. احنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا مصر. الدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمه اليسيسكو، شكرا جزيلا ليك ومنورنا في مصر. كل الشكر. شكرا شكرا ليك.